ويسرني الآن أن أدعو دولة الدكتور محمد ناصر لتسلم الجائزة من لدن سموكم الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب سمو الملك الأمير فهد بن عبد العزيز بن الأحد المعظم، حضرات أصحاب سمو الملك الأمراء، صاحب سمو الملك رئيس الهيئة المؤقرة لجائزة الملك فيصل العالمية، حضرات أصحاب المعالي والسماحة والفضيلة والسعادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل تسعفني الكلمات لأعبر بها عن مشاعر الحمد والشكر للمولى سبحانه الذي قدر لي شرف النزول أمام هذا المجلس الموقر في هذا اليوم السعيد من أيام حياتي والمناسبة الكريمة التي كانت سبب ذلك، وكذلك للتعبير عن شكري العميق بهذه المؤخرة لجائزة الملك فيصل العالمية التي تكرمت فهبتني جائزة هذا العام للخدمات الإسلامية بالاشتراك مع أخي سماحة العلامة السيد أبو الحسن الحسني الندبي الذي هو في محل ودي والتوقير منا جميعا. وما كنت في الواقع أتوقع تقييمي بمثل هذا الجائزة الرفيعة، فما أنا إلا جندي عادي من جنود الإسلام، وكل ما أديته من واجب في هذا النظام لا يمكن اعتباره من إنجاز وحدي، بل إنه عمل جماعي شاركني في إنجازه رفاق عمل من الإخوة الذين شاركوني الأحداث متطلعات والمسؤولية المشتركة. جيرانك، فإنني حين أتقبل هذا الشرف الرفيع فإنني أتقبله مقرونا بالشكر العميق بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن جثتي. زملاء العمل الإسلامي سواء منهم الذين سبقوني أو الذين ما زالوا على الدرب يواصلون معي المسيرة في القيام بأداء وحمد أمانة الرسالة السامية. بلا فإنني أتقبل هذا الشريف، أتقبل هذا التشريف وأنا مصنع الإحساس بالارتباط بهم حيثما كانوا وأينما كانوا أهلين. ولا يسعنا أيها الإخوة أن يمر هذا الحادث هاما دون أن ترجم ذكرى زعيم عالم الإسلام العظيم التي خلت بالجائزة ذكراه العظيمة، ذلك الرجل الذي أحيا تضامن الإسلامية، ذلك المعصوم له الملك الشهيد فيصل بن عبد العزيز رحمه الله.
الذي سوف تبقى نداء في دعوته الصادقه المبينه. ترنوا في اسماعنا واسماع الجيل اللاحقه، وهي تهيب بالمسلمين جميعا ان يتغلبوا على خلافاتهم وتيابن ارائهم، وان يعرفوا جيدا من هو خصمهم الحقيقي، وان يدركوا جيدا الروابط والرشاد التي جعلت المسلمين وحده متماسكه صفا واحدا كالبنيان المرصوص، وان يبذلوا كل ما في الوسن والطاقه حتى يحققوا لانفسهم باذن الله امانهم واهدافهم المشتركه. واستجاب المسلمون لدعوته رحمه الله احق كثيرا من الخير مما جعل عهده ومن بعده عاهدا، حافلا باطيب الذكريات عن عظمته السياسيه المتسمه بالصدق والاخلاص والنصح للسلام للاسلام والمسلمين. ولقد كان الفيصل رحمه الله ثالث ثلاثه انجبته من موته التي انطلقت من قلب الجزيره العربيه، كلهم اثرا عميقا في نهضه المسلمين بعد الظلام الدام الذي ران عليهم خلال قرون الاخيره. اولهم الشيخ محمد عبد الوهاب مجدد الاسلام الذي دعا الى احياء سنن السلف الصالح من نقاء جوهر العقيده الاسلاميه ونمل الادران التي اصابت المسلمين في اعقابهم الاخيره. ثم الذين ساروا على نهجه من بعده امثال السيد جمال الدين الاوفاني والشيخ محمد عبده والسيد رشيد رضوان ومحمد اقبال وغيرهم. وكانت النهضه الاسلاميه التي احيت روح الاسلام والمسلمين. وثاني الراعي خالد الذكر الملك عبد العزيز رحمه الله الذي دعا المسلمين في العالم الى لم شعبه في مؤتمر للعالم الاسلامي سنه 1346 هجريه، وذلك بعد ان اوفيت الخلافه سنه 1344 هجريه. فاصطدع عبد العزيز للمسلمين اداه لجمع الكلمه ولم الشعب لهذا المؤتمر الذي انطلقت منه كافه المؤتمرات الاسلاميه العالميه بعد ذلك، حتى عاد المسلمين في العالم كيانهم السياسي خاصه مدى الحرب العالميه الثانيه. والثالث الملك الشهير فيصل الذي احيا التضامن الاسلامي حتى ارسى اسس منظمه المؤتمر الدولي الاسلامي انطلاقا من عام 1999 ميلادي، حيث بلور بها فكره التضامن الاسلامي. هؤلاء الثلاثه الذين انجبتهم المملكه خلال نهوض ومراحل انطلاق العالم الاسلامي كانت لهم اثارهم فينا جميعا. نحن الذين تصدينا لخدمه الاسلام في ثغورنا التي انطلقنا منها للعالم الاسلامي، وقد مضى من مضى مبرورا وبقي من بقي وفيا ان شاء الله. من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه، فمنهم من صدى نحله ومنهم من ينتظر وما بدل تسبيلا.
القسط بما في صعد جلالة الملك خالد ولي عهده الأمير الأمير خالد في مواصلة المسيرة والمزيد في الانقلاب. وفي ضوء ما ذكر نواجه الآن ما تحب علينا مواجهة بعد الاستقالة الطارئة. إذ لم يكن هدفنا مجرد الاستقلال السياسي، ولكن الرجعة الصادقة إلى الله والعودة الحقيقية إلى الإسلام شكلاً وموضوعاً وسلوكاً وانتجاراً. ولن نفور أمام تلك التحديات، فمثيروها يتخبطون في الظلمات. فلتكن تحدياتهم محفزة لنا لنقدم إلى مثيرها النور الذي أشرقت به الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة نور الإسلام. فهلموا أيها الإخوة للعمل، وقل اعملوا فسيرى الله عليكم المسيح، وليكن رائدنا قوله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإلى الله المصير. وشكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.